الحكومة العراقية لأول مرة تقوم بعقد جلسة في تاريخ حكومات العراقية المتعاقبة من عام 2003 لحد هاللحظة، هي الجلسات لمجلس الجهات الغير مرتبطة بوزارة أو الهيئات المستقلة. هذه الهيئات مع الأسف الشديد في الحكومات السابقة كانت تعاني من التهميش أو عدم الاهتمام، وهي مؤسسات مهمة. فاليوم أمس كانت الجلسة الأولى، وستكون هناك جلسات دورية شهرية لاستماع لمطالب هذه الهيئات أو الوزارات غير مرتبطة بوزارة.